مرحبا بك سيرياس. صباح الخير، اهلا مدموزيل خلود، مرحبا بك اختي. احبي راديو الحقيقه، اليوم باش نحكيو على ايفينمون باش يصير يوم 13 جوان 2020 لاول مره في تاريخ رادس. لو تحكي لنا سيرياس على الحدث. صحيح، اول مره في تاريخ رادس تصير معناها مدينه العاب معناها اجنبيه ايطاليه. معناها انا مش بون مانيش نقول راي خير من دحدح صحيح ولا خير معناها كرجلان، اما حبينا نحن السكان معناها رادس على يتنقلوا لكرتاجلان معناها لدحده. انا هنا في رادس شفت عدت الفتره نتاع الكونفينمون وناس معناها بيتهم قارقه وكله بلاسمون معناها باش لا تكون هنا في تاريخ رادس تكون معناها المبادره هذيا. بالمناسبه حبينا نشكروا معناها الشركه هذيا وقلنا فهمتني في كما يقولوا في كما يقولوا في ايجابيا معناها تعامل هي تعامل معنا ايجابيا ونحن ايجابيا. والله هي عملنا حتى 26 جوي قربنا ان شاء الله باش تكون جوان حتى 26 جوي شهر كبيره برشا وباش تكون حاجه باهيه وان شاء الله بالخير وان شاء الله معناها بقدره ربي الجاي خير. وين تكون من فينا عملنا زاد نفس الشركه اللي جبناها معناها السيرك العالمي الايطالي جبناها عملناها باش تكون في نفس المكان بجانب معناها السوق الاسبوعيه غادي ان شاء الله باش تكون منظمه ان شاء الله وربي ان شاء الله معناها. والاسعار ولا رمزيه ماهيش كبيره معناها يمكن ما بين فما العاب ب 2000 وفما العاب معناها ب 3000 معناها باش تكون معناها اسعار معناها رمزيه معناها تنجم معناها تلم الناس كل نفسي. والعاب راي العاب زاده ماهيش اي العاب فهمت معناها العاب معناها كيما نقولوا متقدمه جدا. اوكي مع الشكر بالتوفيق عايش ربي.